غير قانوني بالمره. الاربعه دول ما يدروش. حد يسالني يقول لي طب فين فلان الفلاني المجمد او الموقوف ورئيس النادي؟ اقول له ما هو ده تم تجميده. لا يحق له حضور مجلس الاداره، ولا يحق له التوقيع، ولا يحق له التصويت. دي امور قانونيه معروفه. وارد ان يبقى وزير شباب ورياضه عنده نفس هادي وعاوز يحل بهدوء دون صدام. ولما كنا في تونس اتكلمنا في الموضوع ده وهذا منهجه، وله كل الاحترام وكل التقدير. لكن كارثه ان يتم الترتيب او ما تم تسريبه عن زياره معالي رئيس الوزراء لرئيس نادي الزمالك في الوضع الحالي. النهارده عندك حد اتحبس هنجيله دلوقتي بسبب حرس فرد امن نادي الزمالك. ليه؟ لانه تحرش بالزميله الفاضله الاستاذه شيرين وتعرفت عليه في النيابه. النهارده حبس فرد امن نادي الزمالك وضبط واحضار اخرين في الاعتداء على الزملاء الصحفيين. قرأت نيابة العجوزة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي وأشرف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة حبس فرد أمن بنادي الزمالك والمتهم بالتعدي على الصحفيين أمام بوابة النادي، كما سيتم عرض عدد آخر من المتهمين السبت لسؤالهم ومواجهتهم بالفيديوهات والصور والتعرف عليهم. وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم تعيينهم مؤخرا بالنادي كأفراد أمن، زي ما احنا قلنا أن تم الاستعانة ببعض البلطجية وبعض الفتوات، ووجهت لهم النيابة تهمة البلطجة والتعدي بالضرب وهتك العرض وسرقة أجهزة المحمود. من جهة أخرى ادعى محمد عثمان نقيب محامي القاهرة والموكل من نقابة الصحفيين المعتدى عليهم بمبلغ 1,000,000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. أستاذ محمد عثمان محامي نقيب محامي القاهرة تضامن مع الصحفيين وطلب 1,000,000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت على رئيس نادي الزمالك واعتباره المسؤول عن اعمال وتصرفات زي ما قررت نقابه الصحفيين بمباشره بتوجيه له. فمعالي وزير الشباب والرياضه رايح يحل، تروح تحل وفقا للقانون. يعني ايه وفقا للقانون؟ يعني النهارده في لا يوجد ما يمنع الدكتور عبد الله جورج وهاني العتال من حضور الاجتماعات سوى البلطجه، ايا كان انواع هذه البلطجه اداريه او بدنيه. طب وقف عن النادي جايب ناس بلطجيه اعتدوا على زملاء وتحرشوا بزميله محترمه وفاضله، والنيابه اتخذت ضدهم اجراءات. الامر النهارده لو تم ماشي قانوني لا، في ناس في الزمالك هتحبسوا ورئيس نادي الزمالك هتيجي رجله. لان زي ما معالي نقيب الصحفيين وجه الامر ومجلس النقابه الاتهام مباشره الى رئيس نادي الزمالك في البيان، فبالتالي لا، انت كده راح تنقذه مش تنقذ الزمالك. كده مع الوزير راح ينقذ رئيس النادي مش نادي الزمالك. انقاذ نادي الزمالك بتفعيل القانون وتطبيقه زي ما قلنا في 4 فقط اعضاء، في 5 غير موجودين. مين هم؟ الاستاذ هاني العتال والدكتور عبد الله جورج ورئيس النادي مجمع، وهاني زاده هربان من المسؤول امام النيابه العامه في قضيه فتح حسابات سريه والاتجار في العمله. لو جه نستكمل التحقيقات. فبالتالي هنا 5 غايبين عن الاجتماعات، منهم 2 بالبلطجه، هاني العتال والدكتور عبد الله جورج، بيمنعوا من ممارسه حقوقهم. فبالتالي امور خطأ.